بجهود شبابية خالصة نجح هؤلاء الشباب بالبدء في شق هذا الطريق إلى قرية العارضة في مديرية المواسط في الريف الجنوبي لمدينة تعز. طبعا المبادرة كانت مبادرة شبابية وبجهود الشباب في القرية بسبب المعاناة التي نعاني منها لحمل الأمراض ونقل المواد الغذائية ونقل مواد البناء. تزاحم كبير من المواطنين للمساهمة في إنجاح هذا العمل وتسجيل الحضور في هذا المنجز الذي غاب عن المنطقة طوال العقود الماضية، إما عبر العمل اليدوي أو تبرع آخرين بأراضيهم التي ستمر منها الطريق. نحن تبرعنا بالطريق هذا لأصحاب القرية، هذا لنا محرومين من الطريق، ما فيش طريق معهم. نحن طوعنا بالطريق هذا لوجه الله، لأن أصحاب القرية هذول محرومين، لا في معهم مريض أو إسعاف، لا يقدرون يدلون إلا بالعربية لهنا بالقعادة يعني. وسط هذه الحقول الزراعية يمضي العمل بشق الطريق رغم كثرة المعوقات التي تعترض هؤلاء الشباب، ليس أولها الإمكانيات المادية بل أيضا غياب دور الجهات الرسمية. ونحن من أهالي قرية الحقير، لحيث الدولة لا لفت علينا ولا أنت لنا أي مشروع، والسائل حقنا مضرور ذلك كامل، لشد الدولة تلفت علينا تندي لنا أي مشروع. ستخفف هذه الطريق حال إكمالها الكثير من المتاعب التي تواجه المواطنين في المنطقة، وسيكون الوصول إليها ونقل المواد الغذائية والمرضى في غاية السهولة. غابت الدولة لعقود في تبني مثل هذه المشاريع للتسهيل على المواطنين في التنقل وإيصال المواد الغذائية وإسعاف المرضى خصوصا في المناطق الجبلية. ليحضر هؤلاء الشباب للقيام بهذه المهمة الشاقة التي تطوعوا لإنجازها مهما كانت الظروف كما يقولون. فواز الحمادي، قناة بلقيس، من مديرية المواسط تعز.